بدي احكي انه هالفيديو هاد يا بنات منه للبنات تبعه، لا اقبلوا الرجال. انا بحترم هاي الفكرة وبحترم قناعاتك وعلى عيني وعلى راسي، بس هالفيديو مو لإلك، لانك انت هالشي مبدأ في تعاملك. يعني هالفيديو هاد ما راح يفيدك ولا شيء، لانه انت شيء مقتنعة فيه ومبدأ في حياتك. انا بحكي عن النوعية الثانية من البنات، تابعوا الفيديو عشان تفهم. أميغوس، أنا ميرا واليوم مش عطلكم فيديو جديد. زي ما قريتوا في فيديو اليوم رح أحكي لكم فيها كيف أنتوا كبنات أول مرة في حياتكم عم تتعاملوا مع شباب في الجامعة، وهون خاصة للدول العربية اللي ما فيها اختلاط مع الشباب. إذا أنتوا مهتمين بهالفيديو ظلكم تابعوه للنهاية مشان أنكم تدعموني وتدعموا هالمحتوى. بتمنى أنكم تشتركوا في القناة وتضغطوا على زر السبسكرايب الأحمر أسفل هذا الفيديو، كمان فعلوا الجرس لأنه الجرس بنفس أهمية السبسكرايب. حطوا لهالفيديو بيج 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 لايك، لانه جاي قصص بتجنن، جاي فيديوهات بتجنن، وبدي اياكم تفوتوا ولا شيء عليكم. وكمان تابعوني على الانستغرام تبعي لانه هناك بنزل يومياتي وبدردش معكم. ويا هلا صار فينا نبلش الفيديو. اول شيء انا مبلش انه انا بحكي في هالموضوع، بدي اياكم انه اقول لكم انه انا ما بملك الحقيقه كلياتها، وانا ممكن مو احسن واحده ممكن تنصحكم في هالموضوع، لكن خدوا الشيء اللي انتم ممكن تستفادوا منه واتركوا الباقي. وانا لما بنصح انا بنصح من قلبي. اول شيء خليني احكي لكم شغله، انه في 3 انواع من البنات اللي اول مره يتعاملوا مع شباب فبتكون طريقتهم مختلفه. في البنت الاوفر، كثير اوفر، كثير متسيبه في الحكي مع الشباب، بتلطش كثير في الحكي معهم، بيصير حتى تاتش، يعني تاتش كتير تاتش. وفي بنت تانية كتير انطوائية، ما بتحكي مع حدا، كتير انطوائية يعني بطريقة مستفزة، انه مثلا يجي شاب يحكي معها بحسن نية عم يسألها مثلا على شيء بيخص الدرس، فبتجاوبه بطريقة فيها استحقار. هي عم تسوي هيك دفاعا عن نفسها لانها منا متعودة ان هي تتعامل مع شباب، فهي عم تسوي هالشي كدفاع، وهالشي كمان غلط. رح نحكي نناقش هاي الفكرة. وفي كمان النوعية الثالثة اللي هي البنت العادية، اللي هاي البنت اللي احنا اصلا بدنا نوصل لهالبنت العادية، نتفادى اخطاء البنت الكتير هيك متسيبة نوعا ما انا بشوفها، ونتفادى كمان اخطاء البنت الكتير انطوائية، البنت الاجريس. طول عمرك عم تدرسي مع بنات ولا بشوفي شباب الا من عائلتك اللي هم المحارم، فجاه تتعاملي مع كثير شباب من مختلف المدن، فهون بتبان تربيتك ومبادئك واخلاقك، بتباني انت الحقيقيه، انت البعيدا عن المجتمع، انت البعيدا عن الضوابط، انت بعيدا عن العيله. هي هي انت. انا بؤمن انه انت مو انت وانت بجنب عائلتك، انت الحقيقيه والانا تبعك تظهر ومبادئك تظهر، وانتي لحالك بعيدة عن العائلة. سو بناء على شيء لازم تكوني انسانة صاحبة مبدأ، والمبادئ تبعنا تتكون من ثقافتنا، اعتقاداتنا، العائلة، المحيط، المجتمع بصفة عامة. سو في نقطة كمان بدي احكي فيها للبنات، احيانا في تعاملنا مع الشباب وممكن اول مرة بيجي شاب هيك بيرمي يده، فانتي بيكون الك حسب البنت، كل بنت كيف بتكون ردة فعلها، يرمي يده مثلا انه هيك بيحط يده هيك او بيمزح طريقة بيكون فيها تاتش باي طريقة كانت. هون الشاب يا بنات ليش اصلا بيسوي هيك؟ هو عم يجس النبض، عم يرمي الكرة تبعه. في كتير بنات توقع في البلوك، البنت كتير هجومية، كتير اجريسيف بطريقة مو منيحة لإلها. انك تكوني حدا كتير اجريسيف وكتير هجومي ما يعني انك صاحبة مبدأ، فهون بقلك لا تكوني هجومية. هو القصد منه الشاب مو انك انت منك مرباية او بده منك غرض معين، هو زي ما قلنا عم يرمي النبض، عم يرمي الكرة في ملعبك، وانت اللي تختاري هل انت بدك تاخذي هاي الكرة هاي او بدك تعملي حدود للكرة. عفوا هاي في الاسبيس تبعي، هاي مساحتي، ما فيك تفوتي لملعبي. من وقتها انت عرفتيه حدوده، ومن وقتها انت فرضتي مبادئك على هالشخص وعلى المجموعه كلياتها. فبدل ما تكوني عصبيه وانت ورا لا 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 وتتهاجمي وتسوي مشكله وممكن تلمي الناس حواليكي، لا
تكفي نظرة استحقار رح يخجل ورح يسكر تمه. واحنا في الوطن العربي بشكل عام الشاب ما في يتجاوز حدوده غصبا عنه، ما في يتجاوز حدوده. ثالث نقطة، فترة المراهقة فترة الجامعة هي فترة بناء الشخصية، شخصية لسه عم تتكون، شخصية هلا بلشت تتحمل المسؤولية، فهي فترة فيها كتير تضحيات، فيها كتير تنازلات، وفيها كتير صفعات من الحياة. ولكن لا مساومة على المبادئ، ما فيش مساومة على مبادئي، أنا مبدأي كذا كذا كذا، لو شو ما صار مهما كان أنا هالمبدأ هاد مش رح أتخلى عنه، مو مشان المجتمع، مشانك أنتي كامرأة. ومبادئنا يا جماعة مو لازم أنا بيجي بحكي والله أنا مبدأي فلان هيك، لا لا لا، مبادئنا تبين بطريقة تفكيرنا، بطريقة كلامنا، بطريقة تواصلنا مع العالم، بتصرفاتنا قبل أقوالنا. فخلي تصرفاتك هي اللي تعبر عنك. بمعنى انا اللي حابة اوصله لك، خليكي حازمة ومحازمة، حازمة بطريقة منيحة ومحازمة بطريقة كمان منيحة، حازمة في مبادئك، هون خط احمر ما حدا يجي يلعب هون. محازمة بمعنى انك لا توصل بيك الدرجة للتقوقع على الذات، لانه التقوقع راح يضرك. انت امرأة، انت فاعلة في المجتمع، انت عندك دور لازم تأديه في مجتمعك، انت عندك احلامك، عندك طموحاتك، هالشي لازم متواصل مع العالم، ولازمك معارف. هدول الزملاء اللي انت عم تدرسي معهم ممكن في المستقبل يكون معرفة بيفيدك في اي شيء، فخذي واعطي في الكلام لكن في نطاق الدرس، في نطاق الجامعة. خذوها قاعدة انه اي حد بنعرفه في الحياة هو مكسب بطريقة ما، وبسبب ما هو مكسب لإلك، ممكن عن طريق تجربة، ممكن عن طريق موقف، ما بتعرف، بس هو في الأخير هو مكسب، هو منه فائدة مدام الله وضع هالشخص في طريقك. ما بتعرفي غير عن أنه لما تكوني بنت أوفر في الانتوائية، بشوف كوجهة نظر شخصية أنه رح يصنع شخصية هشة، رح يصنع بنت ما بتعرف تتصرف في أتفه الأمور وفي أتفه المواقف، لانه الكونتاكت مع الجنس الاخر بيعلمنا، هو مكسب. انت عم تتعرفي على حدا بتفكير تاني، هم ما بيفكروا زينا الشباب، احنا نفكر بطريقه، هني بيفكروا بطريقه تانية. فبدي لكم انه الجنس الاخر منه عدو، هو الجنس الاخر هو نص المجتمع التاني. وبرجع بقول انك انت ما بتحكي مع شباب هاد ما يعني الشريفه الطاهره زي ما المجتمع بشكل عام بيحاول يرسمها، بل بالنسبة لي أنا سيدة الأخلاق هي اللي بتكون بين مليون شخص وتفرض على كل هدول العالم احترامه غصب عنهم يحترموه. لكن بنات، هذا ما يعني كلامي أنه نتواصل مع أي حدا، نعطي وش لأي حدا، في ناس مش منيحة في العالم فلازم نتوخى الحذر وما بنوثق في حدا. أنا لما بحكي أنه نتواصل مع الطرف الآخر مو غصب، أنا لازم أتواصل ولا لا لا لا، انا بحكي اصلا ضد هيك، انا اصلا ضد البنت الاوفر اللي هيك بتبني حالها. في نطاق الزماله اتس اوكي، ومع الوقت بصير نعرف الشخص المنيح الشخص اللي مش منيح. بتعرفي اصلا انت تفرقي ما بين الشاب المنيح والشاب المش منيح. سو اتركنا هلا من البنت الانطوائيه، نجي هلا للبنت الثانيه الاوفر اللي كتير اوفر بصراحه، ممكن البنت الثانيه اهون منها. اول يوم بتصير بصاحب كل الشباب، ترمي يدها من هون تقوله اهلا يا اسطى، ايه اخبارك، يعني تحكي مع حدا او تساله شو اخبارك، ما بعرفش ايش وات ذا ايش. الشباب ما بيفكروا زينا، احنا ممكن البنات نتعامل بحسن نيه انه بدك تتعرفي على العالم، بدك تفوتي في جو الجامعه، هني في هالموقف بيفكروا يا اما انك بنت سهله او انك معجبه بيه، وشوفي القصص اللي راح تحكى من وراكي وانتي لا خبر ولا علم على الموضوع. سو البنات في هذا السن غالبا ما بيكونوا متأثرين من المسلسلات التركية، الحب والغرام، كل بنت تتمنى انها تعيش قصة حب، تشوف فارس احلامها، تطلع مع فارس احلامها، تحب وتتحب. بس للأسف 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 ده العلاقة ما كانت مؤطرة ما بين اهلك وعائلتك وعائلته، فهي العلاقة فاشلة بامتياز بالنسبة لإلي، وراح تكون عبء وحمل عليكي، لأنك بالنسبة لإلك راح يعذبك ضميرك أنا عم خون في إيه. ممكن كتير تأثر في دراستك، ممكن هالشخص هاد ما بيطلع شخص منيح، ممكن أنت تكوني عمياء عن عيوب هالشخص. إنك ترتبطي بحدا في نفس سنك وفي نفس السنة الدراسية ما راح تستفادي ولا شيء، لأنه عقل المرأة بينضج أكبر بكثير من عقل الرجل، فأنت عمرك مثلا 20 وهو عمره 20، أنت عقلك بيكون عمره 25، كيف بنت عقلها عمره 25 مع حدا عمره يمكن 18 او 14؟ وبنات بنات بالله عليكم حبوا بعقل، حبوا بعقل،
لا تحبوا بغباء مشان تحافظي على حالك، تحمي حالك من كل الخيبات. حبي بعقل. كمان شغلة كتير مهمة، لا تتأثري برفيقتك، لأنه كتير عالم بيرتبطوا في فترة الجامعة، هاي ارتبطت، هاي صاحبت، هاي طلعت مع فلان. لا 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 لا، وينك انتي؟ وين شخصيتك؟ وين مبادئك؟ هاي قناعة أمل، بس انتي أسماء، أسماء مختلفة عن أمل. اكتبوا لي انتوا تحت في التعليقات شو رأيكم في الموضوع. بحترم اكيد اراء كل الناس المختلفة عني، مو لازم نحمل نفس التفكير. شاركوني اي تجربة لكم مع الشباب، هل عندكم صداقات مع الشباب؟ عن جد بدي اعرف كل شيء عنكم، بستفاد منكم انا كمان. زي ما انا بحكي بحبكم انتوا تبدلوني الرأي، مش بحكي بسمع حالي. وشكرا لكم لانكم ضليتوا تشاهدوا هالبنت الثرثار لحد نهاية هالفيديو. انتبهوا على حالكم بنات، دايما ظلوا بنفس الطموح وبنفس الشغف، وتذكروا انه البنت المحترمة هي البنت الثابتة على مبادئها شو ما كانت تكون هاي المبادئ. المهم هاي المبادئ ما تتعدى على الطرف الاخر، وهاي المبادئ ما بتؤذي حدا. وهلا بقلكم ديروا بالكم على حالكم واحلامكم وقلوبكم. نلتقي ان شاء الله في الفيديو القادم. ارمون يا بيبي، سلامات يا سليمة، باي. Thank you.